أجل القيام بهذه وإعطاء الأولوية لهذه الإنشاء يد واحدة لأجل مواجهة هذا الفيروس. سي فري كون إيتي با لوان دو فو، كون إيتي معك بالكل راه يقوم بمجهودات كبيرة. تكلمت له وتكلمت على يعني سمعت أحبابي سيد الوالي. عقدت اجتماع مع كل رؤساء المصالح والأطباء لكل تاع المستشفى الجامعي. عقدت معهم اجتماع، سمعتهم، وكانت هناك اقتراحات، كانت هناك حلول، وشفنا باللي بلا ما نجيبوا لي مويا من الاكستيريور، صبنا باللي لي مويا راهم موجودين في لوبيتال. يسوفي برك دون اورغانيزاسيون، كاين وين طلبوا منا مثلا باش لي زو بي اس بي يعاونوهم في الـ في الـ في, في الاجراء تاع الفحوص، لان ماشي كاع اللي يجي لوبيتال مريض بال بلا مالادي اللي رانا نتكلموا عليها. كذلك 30 مليار خصصناها في البيجي دولايه باش نقتنوا المستلزمات اللي ممكن ما عندهمش، اللي ممكن استعجاليه. عندنا 9 مقاطعات تاع الصحه وين كل يعني على حسب لا سيركونسكريبسيون المرض كيجي نوجهوه لي سونتر هم جايين باينين. عندنا مستشفى وهران، عندنا الواشي، عندنا المحقن، عندنا النجمه، عندنا كناصل، وعندنا عيون طرق، وين على حسب وين يسكن المواطن يلقى الامكانيات اللازمه. وحنا نقارعوا ان شاء الله، احنا السيد الوالي راه وعدنا بتوفير كل الامكانيات يعني للاطباء وكذلك شبه الاطباء، وان شاء الله غدوه ان شاء الله غادي نبدا في مستشفى وهران في نوفيل ستركتور حتى نستطيع ان نستقبل المواطنين يعني بكل يعني دون لي ميور كونديسيون.